دي كانت أبرز التصريحات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لكن عن أخبار المحافظات في دمياط تحديدا، تم الإعلان عن إنجاز 85% من مشروعات حياة كريمة، وفي المنوفية صدر قرار بنزول تنسيق القبول بالثانوي العام ل 239 درجة. في الأسكندرية أيضا تم البدء في التشغيل التجريبي لمشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى البوريفاج. أما في كفر الشيخ فتم تحصين 130 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلعية والوادي المتسطع. أخبار كتير شهدتها المحافظات. محافظة دمياط أعلنت عن مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الأولى الجاري تنفيذها بعدد 28 قرية بإجمالي 216 تابع، وبلغت معدلات التنفيذ بالمشروعات بكافة القطاعات لتلك المشروعات 85% من نسب التنفيذ. أيضاً شهدت محافظة الإسكندرية بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه حتى البوريفاج، وتم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت في منطقة التوسعة حتى البوريفاج، فيما يتم استكمال أعمال تبليط الرصيف في المنطقة مع غلق الكورنيش القديم جهة البحر فقط، والعمل والتجهيز والتعلية اللازمة للكورنيش، وبيبدأ مشروع توسعة الكورنيش من منطقة المنتزه حتى السرايا، وهو أحد المشروعات التنموية الكبرى اللي بينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط في المحافظة حالياً. كمان في بني سويف أعلنت مديرية الزراعة إن المساحات اللي تمت زراعة محصول القطن بيها بلغت 12430 فدان من القطن بجميع مراكز المحافظة، كما تم تنظيم ندوة إرشادية عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن بقرى مركز الفشن لتحقيق الأهداف المرجوة. في محافظة المنوفية تم الموافقة على النزول بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام والرياضي للطلاب المنتظمين للعام الدراسي 2024-2025 من 242 درجة ل 239 درجة بعدد من المدارس التي لم تكتمل كثافات الفصول بها على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وده لاستيعاب المزيد من الطلاب حرصاً على مستقبلهم التعليمي. أيضاً شهدت قرى محافظة كفر الشيخ أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلعية، إضافة لترقيم وتسجيل الماشية وتحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية، وتم تحصين 130 ألف رأس ماشية من المستهدف 212 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة. أيضاً أعلنت محافظة الأقصر أنه هيتم تدبير 25 مليون جنيه من الموازنة الخاصة للمحافظة لاستكمال الأعمال المتبقية في الوحدات السكنية لمشروع إسكان الطود وتجهيزها لتسليمها للمواطنين، وده بعد الشكوى من عدم استلام 600 وحدة سكنية في 30 عمارة بعد أن تم التقديم للحصول على الوحدات وتم التعاقد في عام 2008.